انتم عندي في حفل الزفاف والعقيقه اومين طون كيف ما كتعرفوا ايامات كورونا كانوا حابسين العراسات. الوغ جات الوقت اللي غادي نديروا حفل زفاف اومين طون اسبوع. مرحبا بكم واليوم فرحانه بزاف بزاف بالحضور ديالكم وبالحضور كاع الناس اللي عزاز عليهم واللي عزاز علينا. كنقول لكم مرحبا بكم كاملين. ربما اليوم يعني جينا نشارك معك يعني فرحه العمر، علاش يعني تم التاخير ديال العرس؟ كيف ما قلت لك ديك الساعه حنا فاش تزوجنا في المواسط في 2020 كان ديك الساعه الحجر الصحي، الوغ ما كانوش العراسات بزاف، درنا حفله صغيره، مي كنا كنتمناو انا وراجلي نديرو شي حفله كبيره باش نجمعو كاع الناس والعائله الكبيره، الوغ جابتها الوقت دابا وهو هو الهدف. الاحساس ديال حسناء انك تطلع فوق العماريه اللي ربما يعني واحد لحظه ديال العمر اللي كتمنى اي فتاه مغربيه هو احساس زوين صراحه، كيف ما قلتي كتمناها اي بنت وكاع البنات اللي جربوها غادي يعرفوا الاحساس باش كنحس، احساس زوين بزاف بزاف وكنتمناها لاي بنت مازال ما تزوجات. يعني كتهدي يعني هذه الفرحه اليوم؟ كنهديها لكاع الناس اللي عزيز عليهم حسناء وكنهديها لعائلتي كامله. حسناء شفناك يعني في مسلسل السير القديم، يعني واحد التالق ما شاء الله، يعني ما سير تالق حسناء في هذا المسلسل؟ وهو سر التألق خدمتي الحمد لله، كنشكر الله ونحمدو حيت شفنا المسلسل سر القديم إعجاب ديال العديد من الناس، وصراحة وصلوني رسائل كثيرة بزاف 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 حفزوني وكيشكروني، المهم شحال ما نوصفش لك الإحساس ديالي بلا لي ميساج اللي كنقرا، كنقول لهم شكرا بزاف بزاف وكنوعدكم إن شاء الله نزيد نتألق في أعمال أخرى إن شاء الله جديدة. وهو اي دور كان اديه كيكون مختلف على الاخر صراحه، حتى كل دور كل شخصيه بوحدها. الوغ الشخصيه ديال هبه اللي في المسلسل السر القديم ماشي هما الشخصيات اللي لعبت ديجا في الاعمال الاخرين، والحمد لله قمت بالواجب. شنو ضاف يعني التجربه المرموقه للمسار الفني ديال حسناء؟ هي زاد تعرفتني على ناس اخرين، حيت نورمالمون كيعرفوني غير ناس شلوح، حيت كان زعما كنخدم غير في الاعمال ديال الامازيغيه، مي دابا عرفوني الناس بالدارجه الحمد لله. واش نقدروا نشوفوا حسناء يعني في اعمال مغربيه اخرى باللسان بالدارجه؟ اكيد اكيد كاين عمل اللي غادي يدوز ان شاء الله في القناه الثانيه، وكاينين اعمال اخرين ان شاء الله كنوعدكم باللي غادي يعجبكم بزاف. ممكن يعني كحصري يعني هذا العمل ربما واش بديتو تصوير ولا شيء؟ هو كاين واحد العمل ديجا صورنا فيلم اللي قلت لك غيدوز على القناه الثانيه، واعمال اخرين غادي نخليهم مفاجاه للجمهور ديالي ان شاء الله. رساله اليوم يعني في هذه الليله العمر يعني الجماهير ديالك كيتبعوا الرساله؟ كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، شكرا على التبريكات ديالكم، شكرا على الرسائل ديالكم، شكرا على التشجيعات ديالكم، وكنشكر كاع الناس اللي حضروا معايا اليوم، لا من الفنانين لا من عائلتي لا من صحابي لا من صحاباتي لا من صحاب راجلي لا من صحابات راجلي، مرحبا بهم بزاف، شكرا لهم بزاف على الحضور ديالهم، فرحوني بزاف، وكنتمنى يا ربي لاي بنت مازال ما تزوجات يا ربي يسهل عليها، وكنتمنى لاي بنت مازال ما ولدات يا ربي يسهل عليها. شكرا بزاف. ربما كسؤال يعني الفنان داز من واحد الازمه واحد المحنه اللي هي ازمه كورونا، حسنا كيفاش دوزات هذه الازمه؟ ربما انت تحرمتي من العرس، يعني كاين الناس اللي تحرموا من المورد الرزق ديالهم، يعني حسنا كيفاش دوزات ازمه كورونا؟ وهو توقفوا فيها الانشطه الحفلات مجموعه من الاشياء. وبدوزها انا الحمد لله زعما بخير، واخا كاين كما كنقولوا ما خدمناش وهذا، وديجا كنا كنصوروا عمل اللي كان غيدوز في رمضان وتحبسنا، يعني وقفوا التورناج على حسب كورونا، بقى فينا الحال بزاف، ولكن ما عندنا ما نديروا، هذا هو قضاء الله، وكنتمنى ربي يهز علينا هذا الوباء. رسالتي كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف.